كابتن جمال، بكره في اجتماع مجلس اداره وبحسب ما هو معلن بشكل رسمي انه هيبقى تحديد مصير لجوزوالدو فيريرا، انت مع اني راي؟ والله انا مع الراي اللي هيخلي الزمالك كويس. ايه اللي يخلي الزمالك كويس؟ يكمل جوزوالدو فيريرا ام يرحل جوزوالدو؟ ما هو هيكمل بانهي استراتيجيه؟ ما هو انت برضو في حاجات، يعني ليه اسم اللي هو الجهاز المعاون ده احنا مسمينه ليه جهاز معاون؟ عشان بيعاون المدير الفني بالظبط. فاحنا معينين ليه بقى 50 واحد؟ اما انت برايك من دماغك وما بتاخدش راي حد، يبقى كابتن اسماعيل يوسف موجود ليه؟ حسين ياسر بقى موجود ليه؟ وكان موجود اسامه نبيه ليه؟ واحمد عبد المقصود كانوا موجودين ليه؟ خلاص يبقى ما، يعني انا شايف ان هو لو هو مش يعني مش مقتنع باراء الاخرين، اصل انت برضو مش يعني مش نبي، اكيد اكيد عندك اخطاء. والمدير الفني ساعات بيبقى من كتر الضغط في حاجات هو مش شايفها، ده طبيعي جدا طبعا. فانا عشان كده دايما لازم يبقى معايا مساعدين عشان هم شايفين تفصيله انا مش شايفها. انا واقف على الخط يعني مش شايف ان في تفاعل كمان، حتى الوقفه يعني مستر فيريرا واقف ما بيتكلمش، ما فيش حاجه يعني. وما بتاخدش راي المعاونين. يعني انت لو ليك صوت في القرار تختار ايه؟ لازم اقعد معاه الاول، تقعد معاه وتسمع منه الاول. طبعا. هتفضل ماشي بنفس السيستم ده؟ لا، يبقى كده مش هينفع. قال لك هغير، يبقى ماشي يكمل. تمام. يكمل طبعا، له رصيد يخليه يكمل، بس يعني بيتناقص. لا، رصيده نفذ خلاص. نفذ خالص. نفذ خلاص، ما فاضل يعني فاضل له اللي فاضل له خلاص، مش هيسعفه. لانه انت من ماتش الاسماعيلي انت بقالك حوالي 7 مباريات ما بتكسبش. الزمالك ما بتكسبش تقريبا من اول من 23 ما بتكسبش. فيش فوز للزمالك كل البطولات. فانت لا، ده مش وضع الزمالك الطبيعي. وبعدين زي ما قلنا السنه اللي فاتت ما كانش معاك لعيبه خالص، وكنت بتكسب والاداء كان كويس. اما معاك اضافات كويسه، مش شايفين الاضافات دي، ومصر على برضو طريقه لعب مش مناسبه للعيبه، وفجاه برضو في مباريات فجاه لقينا الزمالك بيلعب 3-5-2 صح، من راس حربه لوحده وزيزو من تحتيه، فانت ما بتهاجمش. فلا، في حاجات كتير لازم يا اما يسمع للمعاونين. اكيد الكابتن اسماعيل شايف، واكيد الكابتن اسامه نبيه كان شايف اللي بيحصل، ودي من الاسباب اللي خلت اسامه نبيه يمشي، لانه شايف انه ملوش دور. فيعني الكلام اللي انا بقوله او اللي هو بيقوله ما حدش بياخد بيه. مفهوم. طيب.